السلام عليكم. تعد القارة القطبية الجنوبية واحدة من المناطق التي تحتوي على كمية كبيرة جدا من الثلج، وهذا يعني أنه في هذه المنطقة من الممكن أن يتمكن العلماء من اكتشاف العديد من الأشياء المذهلة والمخيفة التي سوف تدهش الجميع. ولهذا نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الاكتشافات الرائعة والمريعة. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هيا بنا نبدأ. القارة المفقودة. يعد كوكب الأرض واحدا من أغرب الكواكب التي لا تزال على مر العصور تدهش الكثير من العلماء، ومن بين هذه الاكتشافات المذهلة هو أن العلماء استطاعوا اكتشاف قارة مفقودة توجد خلف القارة القطبية الجنوبية، ويقال إنه تم اكتشاف هذه القارة من خلال أحد الأقمار الصناعية، وهذا الأمر أدهش الكثير من الناس. تم اكتشافها في عام 2018، ولكن يقال إنه تمت رؤية هذه القارة في عام 2013، وكان يقال إنها جزء من أستراليا، وهذا يعني أنها كانت موجودة من قبل، لكن لم يدرك العديد أنها بمفردها. ولكن هذا يجعلها واحدة من الاكتشافات الرائعة لكل علماء الجيولوجيا. كما يقال إنه منذ العديد من السنين كان يسعى الكثير من العلماء إلى محاولة اكتشاف ما يوجد في القارة القطبية الجنوبية، وذلك لأن هذه المساحة الكبيرة التي تحتوي على كل هذا الثلج لابد أن تخفي العديد من الأشياء التي سوف تصيب الجميع بالدهشة. الغابة الاستوائية. واحدة من الأشياء المذهلة التي لا يصدقها أي شخص هو أن القارة القطبية الجنوبية توجد فيها غابات استوائية، حيث أكد الخبراء في المملكة المتحدة وفي ألمانيا أن القارة القطبية الجنوبية تحتوي على غابة استوائية، ويقال إنها تعود لأكثر من 90 مليون سنة، وهذا يعني أنها كانت تعود للعصور القديمة، وهذا ما يجعلها قادرة على مقاومة كل هذه الظروف الصعبة المناخية. كما يقال إنها توجد تحديداً في غرب القارة القطبية الجنوبية، وهذا الاكتشاف يعد واحداً من الاكتشافات الرائعة الذي يؤكد احتمالية وجود حياة في هذه المنطقة. يقال إن درجة الحرارة في الصيف تصل إلى 12 درجة سيليزيوس، وفي الشتاء تصل إلى 19 درجة سيليزيوس تحت الصفر، وفكرة وجود نباتات في هذا الطقس وهذه البيئة يعد أمراً مدهشاً جداً. بحيرة جوفية. تعرف باسم بحيرة بورستوك، وهي تعد واحدة من أكبر البحيرات الجوفية في القارة القطبية الجنوبية. يصل عمق هذه البحيرة إلى 4 كيلومترات، ويقال إنه تم تكوينها منذ أكثر من 15 مليون سنة. وفي ستينيات القرن الماضي استطاع علماء روسيا اكتشاف هذه البحيرة التي كانت تحتوي على مياه جوفية، وهذا الاكتشاف كان واحداً من أعظم الاكتشافات في هذا الوقت. كما يقال إن طولها كان يصل إلى 200 كيلومتر وعرضها إلى 50 كيلومتراً، ويقال إنه بسبب هذا الطقس الذي يوجد في هذه المنطقة تمكنت هذه البحيرة من الحفاظ على المياه المالحة التي توجد بداخلها لفترة طويلة من الزمن، وهذا يعني أنه من الممكن أن توجد حياة داخل هذه البحيرة على هذه الأعماق الكبيرة. قطرات الدم. تم التقاط هذه الصورة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية، وهذه الصورة أخافت الكثير من الناس، حيث إنها كان يظهر فيها سائل لونه أحمر، وهو ناتج عن اتحاد أكسيد الحديد مع المياه، وهو ما يؤدي إلى تكوين سائل لونه أحمر بهذا الشكل، وهذا جعل الكثير من الناس يطلق عليها لقب الدم في القارة القطبية الجنوبية. تم اكتشاف هذه الحالة أول مرة عام 1911، وتم تصنيفها على أنها واحدة من أغرب الاكتشافات. الأهرامات. تم اكتشاف هذه الأهرامات في عام 2013، ولكن الغريب هو أنها كانت مغطاة بالثلج وتشبه أهرامات الجيزة التي توجد في مصر، ولكن بعض الخبراء يقول إنها ليست الأهرامات ولكنها عبارة عن جبال قمتها تشبه الهرم. ولكن هنالك فريقا آخر من العلماء
يقول إنه من الممكن أنه تم بناء أحد الأهرامات قديما في هذا المكان ولم يستطع أحد اكتشافه طوال هذه المدة، ولهذا لم يستطع أحد من العلماء التوصل إلى تفسير حقيقي وعلمي حول هذا الاكتشاف المذهل. كما يقال إنه تم إخفاء حقيقة هذه الأهرامات، ويقال إنها تم إخفاؤها بسبب تواصل الفضائيين على كوكب الأرض، وأن الحكومات لا ترغب في أن يعرف أحد حقيقة هذا الشيء. بحيرة الحمم البركانية. يعد هذا الاكتشاف واحداً من أغرب الاكتشافات حول العالم وفي القارة القطبية الجنوبية تحديداً. يقال إنه تم اكتشاف هذه البحيرة في هذه المنطقة نتيجة لبعض من التجارب الجيولوجية، ويقال إن هذه الحمم قد ظهرت على سطح الأرض بسبب انفجار بركان يعرف باسم جبل ميجيل. عرض هذه الفتحة يتراوح ما بين 90 متراً إلى 215 متراً، ويقال إن درجة حرارة الحمم البركانية فيها تتراوح ما بين 989 درجة سيليزيوس إلى 1279 درجة سيليزيوس، وهذا يعني أنها واحدة من الأشياء والأماكن الخطيرة جداً في القارة القطبية الجنوبية التي تم اكتشافها في عام 2003. ويحاول الكثير من الناس اكتشاف حقيقة هذه المنطقة عن طريق إرسال العديد من الطائرات لمحاولة الاكتشاف. إصبع الموت الجليدي. هذا الشيء عبارة عن تساقط أنبوب من الجليد في هذه البحيرات التي توجد في القاع، مما يؤدي إلى قتل العديد من الكائنات الحية التي تعيش في هذه البحيرة، بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى تكوين كمية كبيرة من الملح، وبمجرد أن يلمس الأرض ينتشر بكمية كبيرة جدا يؤدي إلى قتل كل الكائنات الحية بطريقة مخيفة. ويقال إن هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة تم اكتشافها منذ ستينيات القرن الماضي، وهذا ما دفع الكثير من العلماء إلى محاولة التوصل إلى تفسير حقيقي لهذه الحالة حتى يتمكنوا من معرفة سببها، حيث إن هذا شيء من الممكن أن يساعد العلماء على محاولة مساعدة بقية الكائنات الحية التي تتعرض للوفاة بسبب هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة. ما أكثر اكتشاف أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.